السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندسة هبة عبد الباري. النهاردة معانا فيديو جديد في الـ PLC. النهاردة إن شاء الله هنكمل بنفس الـ learning situation اللي كنا بدأناها سوا المرة اللي فاتت. خلونا نفتكر مع بعض هي كانت عبارة عن إيه. الـ learning situation بتاعتنا كانت عبارة عن تانك أو خزان بيملى مادتين A و B، بعدها بيقوم بخلط المادتين دول وتسخينهم وخروجهم عن طريق فالف. طيب المادة A كانت بتنزل عن طريق فالف Q1، والمادة B كانت بتنزل عن طريق فالف Q2. كان موجود عندي ثلاث حساسات لثلاث مستويات، حساس للمستوى المنخفض وكان اسمه B1، حساس للمستوى المتوسط واسمه B2، حساس للمستوى المرتفع واسمه B3. لما يكون الثلاث حساسات مش حاسين، فيما يعني ان التانك بتاعي خلاص فاضي، لان لو الثلاثة مش شايفين سائل يعني التانك بتاعي فاضي. بيتم الضغط وقتها على مفتاح التشغيل S1، في الوقت ده بيفتح معايا الفالف Q1، بيفتح معايا Q1 علشان ينزل السائل A للتانك. بيفضل الفالف Q1 مفتوح لحد ما اوصل عند المستوى B2، وبكده ابقى اخدت الكمية اللي انا محتاجها من السائل A. اول ما اوصل عند المستوى B2 بيقفل الفالف Q1 وبيفتح معايا الفالف Q2 علشان املى المادة B. المادة B بتفضل تتملي بداية من هنا لحد ما اوصل عند المستوى المرتفع اللي هو بيحس بيه الحساس B3. اول ما B3 ده بيحس او بيشوف سائل، ده معناه ان انا خلاص اخدت الكمية اللي انا محتاجها من السائل B. في الوقت ده بيقفل معايا الصمام Q2 كده، انا مليت خلاص المادتين. بعد ما بيقفل Q2 لما بيحس B3، في الوقت ده بيشتغل معايا حاجتين على التوازي، بيشتغل معايا موتور الخلط وبيشتغل معايا كمان ملفات التسخين. بيقوموا بتسخين وخلط المادتين A و B مع بعض علشان احصل على المادة الجديدة. الوظيفة دي بتاعت التسخين والخلط بتشتغل اوتوماتيك بعد ما اوصل للمستوى B3 لمدة 10 ثواني. بعد 10 ثواني بيفصلوا هما الاتنين وبيتم فتح الصمام Q3 علشان أنزل السائل الجديد اللي خلاص أو المادة الجديدة اللي موجودة عندي في التانك. الصمام Q3 بيفضل فاتح علشان ينزل لي المادة اللي موجودة في التانك لحد ما المستوى المنخفض ما يبقاش شايف سائل. فمعنى إن المستوى المنخفض ما يبقاش شايف سائل إن خلاص التانك بتاعي فضي. أثناء العملية دي كلها ما بتحصل بيكون في عندي لمبة بيان شغالة علشان تقول لي إن المنظومة بتاعتي ماشية صح. والحاجة التانية عندي مفتاح إيقاف S-Node بقدر عن طريقه إن أنا أوقف العملية في أي وقت. خلونا برضو نراجع مع بعض الـ Sequence Flow بتاع المسألة أو بتاعة الـ Learning Situation. إحنا عندنا الـ Initial Step علشان نتحرك من الخطوة الابتدائية دي لأول خطوة بيشتغل فيها خارج، لازم حاجتين يحصلوا. الحاجة الأولى إن أنا أدوس على مفتاح التشغيل، والحاجة التانية إن أنا الهوم بوزيشن بتاعي يكون متفعل. وقلنا يعني إيه يا شباب الهوم بوزيشن؟ قلنا الهوم بوزيشن ده وضع الاستعداد بتاع الماكينة أو بتاع المنظومة بتاعتي. طيب هنا الهوم بوزيشن إحنا قلنا في الدرس اللي فات إن هو هيبقى عبارة عن أند جيت محطوط عليها النفي بتاع التلات حساسات. لما التلات حساسات ما يبقوش شايفين الهوم بوزيشن هيبقى اكتف. في الوقت ده لو دوست على مفتاح التشغيل S1 هتنقل للخطوة التانية. طب الخطوة التانية بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ان انا بيتفتح معايا الفالف Q1 وبيتفتح معايا لمبة البيان. احنا قلنا ان لمبة البيان بتاعتنا هتفضل شغالة من بداية الوظيفة لاخرها، من بداية البروسيس لاخر بروسيس بتشتغل معايا. علشان كده جينا في لمبة البيان عملنا السهم ده اللي هو دليل علامة او علامة لفكرة الست، ان دي اتعمل لها ست. اشتغلوا هما الاتنين لحد ما وصلت للمستوى B2 او الحساس بتاع المستوى B2. اول ما B2 هيحس اللي هو ده هيشتغل معايا الفالف Q2 علشان ينزل لي المادة B. هل انا محتاج ان انا اقول Q1 فصل؟ لا، هو انا مادام ما عملتش عليه علامة الست انا كده فهمت ان هو هيفصل مع الخطوة بتاعته. يعني Q1 ده لما الستيب 2 دي تخلص واتحرك لستيب 3 هو هيفصل اوتوماتيك. وصلت عند المستوى B2 واشتغل معايا الفالف Q2 علشان ينزل لي المادة B. B
بيفضل شغال لحد ما اوصل عند المستوى بتاع الحساس ب3 اللي هو ده. اول ما اوصل عند ب3 طبعا انا خلاص كل ما اتحرك من خطوة، مادام انا مش عامل ست زي هنا كده، كل ما اتحرك من خطوة الخرج بتاعها هيقف. يعني انا اتحركت من خطوة 3 اللي كان شغال فيها الفالف Q2 لما الحساس ب3 حصل. طب لما ب3 حصل ايه اللي هيحصل؟ Q2 خلاص فصل وهيشتغل معايا كل من الخلط والتسخين. الخلط والتسخين الاتنين بيفضلوا شغالين سوا لحد ما يعدي 10 ثواني. بعد 10 ثواني بيتم فتح الفولف Q3، وفي نفس الوقت بقفل معاه لمبة البيان اللي كانت شغالة من بداية تشغيل المنظومة بتاعتي. طيب أنا علشان أعيد البروسيس تانية، إيه الشرط اللي يقول لي إن أنا مستعد أعيدها؟ الشرط ده زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هو إن المستوى المنخفض ب1 ما يبقاش شايف. ليه؟ لأن أنا دلوقتي آخر حاجة عملتها هي إن أنا فتحت الفالف Q3. أنا فتحت Q3 ده علشان ينزل السائل، فأنا عايز أتأكد إن السائل خلاص ما بقاش موجود منه أي حاجة في التانك. فلما ب1 ده ما يبقاش شايف، معناه إن خلاص التانك فاضي. هنا في اللحظة دي أبقى مستعد إن أنا أعيد البرنامج تاني من جديد. طيب خلونا كمان نراجع البرمجة بتاعة Learning Situation. لو جينا فتحنا البلوك بتاع الستيبس اللي كنا بنكتب فيه الخطوات، فتحنا البلوك انترفيس بتاعه او جدول المتغيرات، هنلاقي عندنا حاجتين في جدول المتغيرات، عندنا المدخلات وعندنا المخرجات. المدخلات كانت عبارة عن الريست، زرار الريست، والترانزيشنز او الشروط اللي بتنقلني من كل خطوة والتانية. ترانزيشن 1 2 بنقلني من الخطوة الاولى للتانية، ترانزيشن 2 3 شرط اللي بنقلني من الخطوة التانية للتالتة، وهكذا. طيب دي بالنسبة للمدخلات. طب المخرجات كانت عبارة عن ايه؟ المخرجات كانت عبارة عن ارقام الستيبس بتاعتي، ستيب 1 2، وصلنا لحد ستيب 10 وقلنا ان 10 رقم مناسب جدا يشغل معايا اغلب الليرنج سيتويشنز اللي هتقابلنا. طب نراجع بالمرة كمان النتوركس كنا بنبرمجها ازاي. لو مسكنا اي واحدة كده عشوائي وقلنا على سبيل المثال ستيب 4، لو انا عايز اشغل ستيب 4 حاجتين لازم يحصلوا بحطهم على ست. ايه هما الحاجتين؟ الحاجتين ان الستيب اللي قبلي تكون اشتغلت. انا عايز اشغل ستيب 4 يبقى لازم اتاكد ان ستيب 3 اشتغلت، وكمان لازم اتاكد ان الشروط اللي بتنقلني من 3 ل 4 اتحققوا، اللي هم ايه؟ اللي هم ترانزيشن 3 4. وقلنا ان الترانزيشنز دي برجع احطها في المين وبي على حسب السؤال بتاعي. نمسك واحده تاني ولتكن ستيب 6، عشان اشغل ستيب 6 لازم ستيب 5 تكون اتحققت، ولازم الشروط اللي بتنقلني من 5 ل 6 كمان تكون اتحققت. طب ايه اللي يفصل ستيب 6؟ يفصلها الستيب اللي بعدها، يفصلها ستيب 7، او يفصلها الريست، وهكذا في كل البلوكات او في كل الستيبس ما عدا الستيب الاولى. قلنا الستيب الاولى بتبقى مختلفه شويه في برمجتها، وقلنا انها بتشتغل في حاله من اتنين، يا اما انا دوست على زرار الريست. لما ادوس على الريست معناه ان انا عايز افصل كل المخارج بتاعتي او كل الاحمال بتاعتي، سواء كانت موتور او لمبه او اي حاجه. طب انا ستيب 1 ليه الريست بيفصلها؟ قلنا الريست بيفصل ستيب، بيفصل كل الستيبس ما عدا ستيب 1. ستيب 1 دي انيشال ستيب زي ما احنا شايفين هنا كده، ما فيهاش اصلا مخارج او اوتبوت. انا بشغلها علشان اخلي البرنامج في وضع الاستعداد، اول ما تتحقق الشروط دي يبدا البرنامج يمشي في السيكونس المخصص ليه. فكانت علشان كده بنحط الريست بتاعتنا بس عند ستيب 1، بنحطها على الست مش على الريست. طيب ادي الحاله الاولى ان انا عملت ريست، الريست يفصل كل الستيبس ويشغل لي اول ستيب علشان يخليني في وضع الاستعداد، انتظر منه ان هو يحقق لي الشروط دي علشان اكمل. طيب ايه الحالة التانية؟ الحالة التانية زيها زي كل الستيبس، ان الستيب اللي قبلها تكون اتحققت وان الشروط تتحقق. طب الستيب اللي قبل 1 هي ايه؟ انا الادي دي ستيب 1، وافترضنا ان انا هنا عندي مجموعة تانية من الستيبس، فانا الستيب اللي قبل 1 هي ستيب 10 اللي هي اخر ستيب. طيب والشروط، الشروط هي اللي بتنقلني من ستيب كام لستيب كام؟ من ستيب 10 لستيب 1. طب وايه اللي بيفصلها؟ بيفصلها معايا ستيب 2. طيب لحد هنا ما كانش فيه مشكله. نراجع كمان بالمره الفانكشن بلوك بتاع الاكشنز.
نفتح البلوك انترفيس بتاعه. هنا كانت عندي المدخلات هم مجموعة الخطوات زائد الريسيت، والمخرجات بتاعتي هي المخرجات الحقيقية اللي أنا المفروض أشغلها. فبقول على سبيل المثال اللمبة B1، اللمبة دي بتشتغل طول فترة العملية تقريبا. هي لو رجعنا هنا بصينا هنلاقي إنها اشتغلت عند الخطوة 2، ادي B1 اهو، وفصلت عند الخطوة 5. فعشان كده أنا أخدت لها SR، عملت الست عند خطوة 2 وعملت الريست عند خطوة 5 أو زرار الريست. ما دام استعملت SR يا شباب لازم أحط ريست على الR بتاعه. طيب بعدها باجي أشوف والله أنا عندي إيه، عندي الخارج Q1، Q1 ده شغال فين؟ شغال عند الخطوة 2، فباخد الخارج Q1 وشغله عند الخطوة 2، وهكذا بمشي ورا المخارج. لقيت عندي Q2 بيشتغل في ستيب 3، ده طبعا بسهولة بقدر أراجعه عن طريق الجرافست اللي أنا رسمه. Q2 شغال في خطوة 3، وفي خطوة 4 شغال الموتور والتسخين، يعني خطوة 4 شغال فيها الموتور وشغال فيها التسخين. وقلنا كمان إن إحنا علشان نعمل ترانزيشن بالتايم، أو إن التايم أو الزمن يكون شرط نقل من خطوة للتانية، بحط عند الخطوة اللي أنا عايز أنتقل منها اللي هي 4 تايمر بيشتغل مع الخطوة، بحيث إن هو يأجل لي تشغيل الخطوة اللي بعدها. فالتايمر ده تي أون ديلاي، بيعمل ديلاي للتشغيل. أول ما بتيجي عليه إشارة، أول ما ستيب 4 دي هتشتغل هيدي هنا 1، هيعد الزمن اللي أنا محتاجه. بعد كده هاخد الخارج منه اللي هو مثلا افترضنا أنا ظبطته هنا على 5 ثواني، فيبقى ستيب 4 تشتغل. أول ما ستيب 4 تشتغل يعد الـ5 ثواني وبعدين يطلع 1 هنا. فأنا هاخد الواحد ده أستغله في إن أنا أفصل ستيب 4 وأشغل ستيب 5، وأبص على الجرافس بتاعي ألاقي إيه كمان شغال في ستيب 5، شغال عندي Q3. طيب احنا لو فتحنا كده المين اوبي، كل ده احنا لسه تقريبا ما فيش حاجه جديده. لو فتحنا الاوبي هنلاقي ادي الهوم بوزيشن، كريتنا جلوبال داتا بلوك وعملناه فيه، وادي B1 وB2 وB3. شرطي ان هم يكونوا الثلاثه مش حاسين علشان ادخل المكنه في وضع الاستعداد، لان لما الثلاثه يكونوا مش حاسين معناها ان التانك بتاعي فاضي. واستدعينا الفانكشن بلوكس، ده الفانكشن بتاع الستيب، دخلنا الريست وقلنا دايما النوت بيبقى من بره، هنبطل تماما نحط اي نوت او اي نفي جوه البلوكات، هنسيب الموضوع اختياري علشان الكاستمر لو احتاج يشتغل بسويتش نوع نورمال اوبن او نورمال كلوز. وهنا حطينا الترانزيشنز، نقدر بسهوله نعمل ده واحنا باصين على الكرافتد. ادي الترانزيشن من 1 لـ2 اللي بنقول من الخطوه الاولى للخطوه الثانيه، هو الهوم بوزيشن اند الستارت بوتون. ادي الستارت والهوم بوزيشن اخدتهم على اند، وهم اللي شغالوا عندي الترانزيشن 1 2، وهكذا دخلت باقي الترانزيشنز. ادي الترانزيشن من 2 لـ3 هو الـB2، والترانزيشن من 3 لـ4 هو الـB3، والترانزيشن من 4 لـ5 هو التايم. فجيت عندي ترانزيشن من 4 لـ5، انا عايز اجيب التايمر بتاعي، وقلنا ان انا بجيب التايمر عن طريق ان انا بفتح الداتا بلوك بتاع الاكشنز، فبيظهر لي هنا على جنب كل المتغيرات اللي موجودة فيه، هلاقي التايمر بتاعي موجود، باخد الخارج بتاعه كده دراج اند دروب وبشده وبحطه في الترانزيشن ده. والترانزيشن الأخير هو من 5 لـ6 وهو كان الـ P1 كومبلمنت. لو بصينا كمان على الفانكشن بلوك بتاع الأكشنز بعد ما استدعيناه، كان في عندي هنا برضه الستبس، في عندي هنا المخارج، المخارج أنا حطيتها، والستبس أنا استعملت طريقة إن الداتا بلوك اتكلم بعضها، بمعنى إن أنا دلوقتي أنا في الأكشنز عايز أملى الستبس دي، المفروض إن دول هما نفس الستبس دول. طيب أنا عايز التو بلوكس دول يكلموا بعض. خلينا نتفق إن إحنا خدنا طريقتين يخلي بيهم البلوكات دي تكلم بعضها. أنا قلنا إن المتغيرات يا شباب اللي جوه البلوك انترفيس اللي هي دي، أنا دلوقتي كاتب هنا كل الستبس بتاعتي، كاتباهم جوه البلوك انترفيس بتاع ده بتاع الستبس،
تمام، ورحت كتبتهم تاني جوه البلوك انترفيس بتاع الاكشنز. وعملت كده ليه؟ عملت كده لان معروف ان البلوك انترفيسز دي مش بتشوف بعضها. كتبتهم هنا تاني وقلنا ازاي نخليهم يشوفوا بعض. طريقة من اتنين، بروح المين او بي، يا اما بعمل جلوبال داتا بلوك، بدوس على اد نيو بلوك وبكريت جلوبال داتا بلوك وبحط فيه ارقام الستبس من 1 لـ10، ووقتها بمدهم كلهم مرة هنا، بعملهم كل مرة هنا ومرة تاني هنا، او عن طريق ان انا اخلي الداتا بلوكس هي اللي تكلم بعضها مش الفانكشن بلوكس. ازاي؟ قلنا ان انا عندي هنا مثلا في الاكشنز بفتح الداتا بلوك بتاعها، بتاع الستبس. انا دلوقتي في الاكشنز وعايز الاكشنز تشوف الستبس اللي فوق دي، فبعمل ايه؟ انا ممكن اسيب الستبس دي فاضية لان ده خارج انا مش هشوف عليه حاجة، فما عنديش مشكلة ان انا اسيبه فاضي. لكن الستبس هنا يا شباب لازم احط فيها ارقام الستبس، او لازم اوصلها او اخليها تشوف الستبس بتاعت الفانكشن بلوك اللي اسمه ستيب. فبفتح الداتا بلوك بتاع الستبس هنا اهو، بيظهر لي كل البلوك انترفيس او كل المتغيرات بتاعتي، فبشدهم. خلينا نجرب، فبشدهم كده وهكذا في كل الستبس لحد ما اكملهم كلهم. في الطريقة دي انا كتبت البلوكات، او كتبت سوري الارقام الستبس 20 مرة. في طريقة ان الداتا بلوك هي اللي تكلم بعضها، انا كتبت ارقام الستبس 20 مرة، كتبتهم 10 مرات في الاكشنز وكتبتهم 10 مرات في الستبس، وبعدين عملت دراج اند دروب، شديت من الداتا بلوك ده خليته يكلم الداتا بلوك ده. طيب انا كده كتبتهم 20 مرة، زائد ان انا وانا بشد هنا احتمالية ان انا احط حاجة بالغلط في مش مكانها لازالت موجودة. طيب في طريقة الجلوبال داتا بلوك، في طريقة الجلوبال داتا بلوك انا كتبتهم 30 مرة، كتبتهم 10 مرات في الاكشنز وعشر مرات في الستبس، وكتبتهم كمان 10 مرات في الجلوبال داتا بلوك، يعني كتبت اسماء المتغيرات 30 مرة. طيب هو مفيش طريقة اسهل من كده نخلي البلوكات تكلم فيها بعض؟ النهاردة احنا هناخد الطريقة الجديدة تخلي المتغيرات فيها تكلم بعض من بلوكات مختلفة تسهل علينا شوية العملية. هاجي هنا في الستبس، هعمل كات لدول كلهم من ستيب 1 لستيب 10، وهحطهم في الستاتيكس اهو في الستاتيكس. طيب هما لسه موجودين ولكنهم دخلوا في الاستاتيك. انا عارفه ان انا لما بحط حاجه في الاستاتيك هي مش بتظهر لي بره في الاو بي كمدخل او كمخرج، هي خلاص هو بيبقى هنا في البلوكات شايفها وفاهمها، لكن بره في المين او بي. لو جينا هنا كده عملنا ابديت للبلوك، كل ارقام الستبس اللي كانت هنا خلاص اختفت، لان هو ما دام انت قررت تحط المتغيرات بتاعتك في الاستاتيك هي مش بتبان لك بره كمتغيرات تنتظر منك ادرسز او متغيرات حقيقيه، هو بيبقى فاهم ان انت بتستعملها جوه في الفانكشن بلوك نفسه، لكن انت مش محتاج تحط عليها خارج، وانا بالفعل مش محتاج احط عليها خارج. طيب فاول حاجه هنعملها ان احنا هناخد الستبس بتاعتنا من الاوتبوت هنا ونحطهم كلهم في الستاتيك. الستيب بقى كده هنعمل ايه؟ هنكريت متغير في الاوتبوت اسمه اي ستيب، نكتب اي سمول ستيب كابيتال، ونوع المتغير ده انتجر او عدد. بنعمل ايه كمان؟ بنيجي هنا ندور على فانكشن اسمها موف. بعدين بنوصلها هنا في ام، وباجي اشوف والله انا في ستيب كام. انا في ستيب 2، هحط في الموف دي رقم الستيب بتاعتي.
طيب الخارج بتاعي هنا هيبقى ايه؟ هيبقى اي ستيب اللي انا لسه عاملها. طب انا هعمل ده في انهي ستيب؟ في كل ستيبس. انا هاجي هنا هاخد الموف، وهنا هحط رقم الستيب. انا في ستيب رقم واحد، فهحط هنا رقم واحد، وهحط على الخارج هنا اي ستيب. هكمل كده في باقي الستيبس. انا هنا في ستيب رقم 3 هحط في الدخل بتاعي ستيب 3، وفي الخارج هحط المتغير اللي انا عامله هو اي ستيب. طب خلونا نشوف مع بعض هي ايه اصلا الموف اللي احنا بنتكلم عنها دي. الموف دي يا شباب فانكشن بنستعملها علشان بس تنقل القيمه اللي بحطها في الدخل تحطها في الخارج. طب بتعمل ده امتى؟ بتعمل ده لما يجي لها واحد على الاي ان بتاعها. لما بيجي لها هنا واحد بتاخد القيمه اللي انت حاططها لها في الدخل ايا ما كانت هي ايه، وتحطها زي ما هي للخارج. بتعمل تحريك لقيمه الدخل في الخارج، عشان كده اسمها موف او اسمها فانكشن، يعني اسمها جاي من كلمه الحركه بشكل عام. نرجع تاني للبرنامج. طيب انا ممكن اخدها كابي. هو انا المره دي حاولنا ان احنا نشتغل الى حد ما كل حاجه قدامكم علشان خاطر الموضوع يبقى اوضح شويه، فلو انتوا حاسين ان ده انسب قولوا لنا، ولو انتوا حاسين ان الطريقه اللي فاتت هي الانسب لانها بتنجز في الوقت قولوا لنا. الطريقه اللي فاتت ان هي ناخد سكرين شوت ونحطها في البرزنتيشن، شوفوا الانسب ليكم وقولوا لنا في الكومنتس انتم حابين ايه. بحط دايما رقم الستيب في الانبوت، وفي الاوتبوت بحط المتغير هو اي ستيب اللي انا عملته. كمان هنا احنا في ستيب 8، ستيب 9، ودي ستيب 10. انا كده خلصتهم. طيب انا ايه اللي هستفاده دلوقتي، او ايه اللي انا عملته؟ اللي عملته ان انا استخدمت فانكشن اسمها موف. انا خلاص مش محتاجه ده. استعملت فانكشن اسمها موف. بتعمل ايه فانكشن موف دي؟ بتحرك القيمه اللي في الداخل تحطها في الخارج. امتى؟ لما يجي لها واحد. هنا احنا متفقين على فكره ان كل ستيب بتشتغل واحده، يعني انا لما ستيب 3 شغاله خلاص واحد واثنين وقفوا واربعه لسه ما اشتغلتش. لما ستيب 4 تشتغل هي بتفصل كل قبلها، فانا في كل يعني طول الوقت بتبقى فيه عندي ستيب واحده بس هي اللي شغاله. فانا عملت متغير اسمه اي ستيب، هو بيستقبل مني ارقام. انا عامل نوعه فوق ان هو انتجر. باجي في كل ستيب احط فيه رقم الستيب. طب ايه اللي هستفاده لما احط هنا رقم الستيب؟ خلينا نكمل ونشوف. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي هفتح الفانكشن بلوك بتاع الاكشنز، هفتح البلوك انترفيس او هذا المتغيرات بتاعي، وهمسح كل الستيبس بتاعتي. انا مش محتاجاهم دلوقتي. انا كل اللي انا بعمله دلوقتي بحاول اشوف طريقه تانية تخليني اكتب عدد مدخلات اقل، بحيث ان نسبه الخطا بتاعتي تكون اقل. هعمل بس متغير جديد واسميه اي ستيب زي ما عملت في الفانكشن اللي فاتت، ونوعه برضو انتجر او عدد. تمام، انا مش محتاج الجدول خلاص. وهاجي اقول والله انا كنت بعمل ايه في الفانكشن بتاعه الاكشنز. كنت بقول انا عندي هنا خارج كيو 3 شغال في ستيب 5، وعندي هنا الخارج وليكن مثلا ام 1 شغال في ستيب 4، واي 1 شغال في ستيب 4. كنت بشوف كل خارج شغال امتى واقول شغال كذا عند ستيب كذا. طب انا عايز اعمل نفس الحاجه دي بس باستخدام متغيرات اقل، فبعمل ايه؟ بستخدم حاجه اسمها كومباراتور. كومباراتور هتلاقيه موجود في البيزك انستراكشنز. بنفتح الكومباراتورز وبناخد اول نوع اللي هو نوع التساوي. طيب دي احنا مش محتاجينها، وخلينا نقول دلوقتي يعني ايه كومباراتور. الكومباراتور ده فانكشن او وظيفه موجوده في البي ال سي، بتعمل مقارنه ما بين الدخل الاول والدخل الثاني اللي بيدخل لها. هي فانكشن ليها انبوت واحد وانبوت اتنين ليها مدخلين، بتقارن ما بين المدخلين. كومباراتور يعني المقارن، بيقارن ما بين الدخل الاول والدخل الثاني، وحسب الشرط اللي انا حاطته له بيبدا يطلع لي نتيجه. فهنا انا بقول له الشرط هو انه يكون اكبر. طب مين اللي هيكون اكبر؟ الانبوت واحد. لو كان اكبر من انبوت اتنين هيديني هنا واحد. طب لو قارنهم وما لقاش الشرط متحقق بيديني صفر. طيب هنا بقول له لو الانبوت واحد اصغر من انبوت اتنين
طلع لي واحد، لو لقى الشرط مش متحقق هيديني صفر. لو input واحد أكبر من أو يساوي input اتنين، لو input واحد أصغر من أو يساوي input اتنين. وهنا بقوله والله لو قارنت input واحد بinput اتنين ولقيته سواء أكبر منه أو أصغر منه، بمعنى إنه لا يساويه، طلع لي واحد. على العكس هنا تماما بقوله لو لقيت input واحد يساوي input اتنين، طلع لي واحد. طب احنا هنستعمل انهي نوع من الكومباراتورز بشكل عام؟ دي بعض انواع الكومباراتورز، وفي انواع تانية بس دول يعني الاكثر شهرة. فاحنا النوع اللي احنا هنستعمله هو ايه؟ هنستعمل النوع بتاع التساوي، ده النوع الوحيد اللي احنا هنستعمله، وهنشوف ازاي هيخدمنا دلوقتي في ان هو يسهل علينا حل السؤال. انا باجي هنا كيو 3 دي المفروض انها شغالة في ستيب رقم 5، فباجي اقول له والله لو لقيت في الاي ستيب رقم 5 شغل كيو 3. طب ازاي ده؟ تعالوا كده نرجع للفانكشن بتاعت الستبس. في الفانكشن بتاعت الستبس احنا بدأنا بخمسة، خلينا نشوف 5 فيها ايه. ايه شرط تشغيل ستيب 5 هنا؟ شرط تشغيل ستيب 5 ان ستيب 4 تكون اتحققت، وان الشروط اللي بتنقل لي من 4 ل 5 كمان تكون اتحققت. طيب لما الاثنين دول يتحققوا ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان الستيب 5 دي بتتفعل، البلوك الاس ار دي بتديني واحد. هتديني واحد هيروح على الاي ان بتاع الموف اللي انا حطيتها. لما الاي ان بتاعت الموف يجي لها واحدة تعمل ايه؟ قلنا الموف بتنقل الدخل تحطه في الخارج. انا جيت في كل ستيب حطيت على الانبوت بتاع الموف رقم الستيب. في ستيب 5 انا حطيت هنا 5. طب لما 5 تتفعل هتعمل ايه؟ هيجي هنا واحد على الان، فهيجي الانبوت انا حاطط فيه 5 يحطه في الاي ستيب. يبقى كده المتغير اي ستيب بقى محطوط في ايه؟ بقى محطوط في رقم 5. طب في ستيب 6، وانا في ستيب 6 لما تتفعل ستيب 6 وشروطها تتحقق هاخد رقم 6 واحطه في الاي ستيب، وهنا هاخد رقم 7 واحطه في الاي ستيب. طب انا عامل كذا اي ستيب؟ لا، هي اي ستيب واحده. انا طول الوقت بيبقى عندي ستيب واحده بس شغاله. احنا متفقين على المبدأ ده، لما جينا رسمنا السيكونس قلنا دي بتتاكتف اول ما الشروط دي تتحقق، دي تتاكتف بيشتغل المخارج بتوعها دول بس، الشرط ده يتحقق دول يفصلوا. ماشي، دي مش هتفصل عشان انا عامل لها ست، لكن الستيب نفسها هتفصل وتتاكتف الستيب او تشتغل الستيب اللي بعدها. الشرط ده اتحقق هتفصل الستيب دي وتشتغل الستيب دي. يعني انا طول الوقت بيبقى عندي ستيب واحده بس اللي شغاله، فانا بقول له تعالى في الستيب دي حط لي في المتغير اللي اسمه اي ستيب رقم 7، وبعدين تعالى في الاكشنز اقول له لو لقيت في اي ستيب رقم 5 يبقى انا كده في الخطوه كام؟ في الخطوه 5 شغال لي كيو 3. طيب هنا هحط برضو كومباراتور كده، هقوله لو لقيت في الاي ستيب رقم كام؟ انا هنا اللي كان بيشغلني كانت ستيب 4، بقوله لو لقيت في الاي ستيب رقم 4 يبقى انا كده في ستيب 4 شغال لي التايمر. طيب هنا كام ستيب؟ الستيب رقم كام اللي بتشغلني؟ ستيب 4. فبقول له خد الكومباراتور وقارن، لو لقيت في الاي ستيب رقم 4 يبقى انا في ستيب 4 شغال لي السخان. نفس الكلام هنا عندي الستيب رقم 4، بحطها واقول له لو لقيت في اي ستيب رقم 4 معناها ان الخطوه 4 هي اللي متفعله، يبقى انت في الخطوه 4 فشغال لي موتور الخلط. انا هنا في ستيب رقم 3 المفروض يشتغل عندي كيو 2، فبقول له لو قارنت اي ستيب ولقيتها فيها رقم 3 يبقى انت في ستيب رقم 3 وقتها تشغل لي كيو 2، وهكذا. انا هنا ستيب 2 يبقى هقارن اي ستيب برقم 2، وهنا ستيب 5 هقارن اي ستيب ب5، وهنا ستيب 2 هقارن الاي ستيب برقم 2. استفدت ايه انا من المقارنه اللي انا عملتها دي؟ بالعكس، انا زودت بلوكات، زودت بلوكات بس قللت فاريبلز. اولا هو بلوك واحد بتكرره، هو variable واحد بتكتبه، وهكذا. كان هنا variable واحد كتبته اللي هو الاي ستيب، ده لما كنت عمال اكتب هنا ستيب واحد ستيب اتنين ستيب تلاته ستيب لحد ستيب 10 وارجع اكتبهم هنا تاني اللي انا استعملتهم في الاكشنز، انا قللت عدد الستيبس اللي انا شغال بيها كمتغيرات. طيب هاجي في المين او بي وهعمل update، وهاجي هنا كمان اعمل ابديت.
قبل ما اعمل ابديت. شايفين كل المدخلات دي عاملة ازاي؟ نشوف شكلها بعد ما نعمل ابديت. شكل البلوك نفسه بقى اصغر، بقى المراجعة بتاعته اصغر، اتبقى لي الايستب. هنا هيبقى فيه عندي ايه في الايستب؟ هعمل دلوقتي جلوبال داتا بلوك. انا عندي بقى طريقتين، انا لازلت عندي نفس القصة بتاعت ان انا عندي هنا متغيرات في الخارج، عايز اتكلم هنا متغيرات في الدخل. الاي ستيب دي لازم تشوف الاي ستيب دي علشان ابقى فاهم، يبقوا فاهمين ان هما هيحطوا في بعض نفس القيمه، يعني الخارج اللي يجي لي هنا يبقى هو هو هنا. نفس اللي انا عملته لما كنت بستعمل ال 10 ستيبس او ال 10 ستيبس، يا اما هعمل جلوبال داتا بلوك واحط فيه الاي ستيب، يا اما اخليهم يتكلموا بعض عن طريق الداتا بلوك. انا في الاكشنز عايز اخلي الاكشنز ده يشوف الاي ستيب هنا، فهفتح الاي ستيب بتاعه ستيبس من الدي بي، بس كده. طيب ايه اللي انا استفدته لما عملت كده؟ استفدت حاجتين. الاولى ان انا بدل ما كنت بكتب يعني زي ما حالا قلت 30 متغير، بكتب 10 مرات هنا و10 مرات هنا وكمان 10 مرات في الجلوبال داتا بلوك، ادي كده 30 مره، او بكتبه 20 مره، 10 هنا و10 هنا، وبعدين بشدهم دراج. دول موجودين يا شباب عشان دول موجودين في الاستاتيك، لكن هم مش بيظهروا لي هنا كمدخلات ولا بيظهروا لي هنا كمخرجات. فبدل ما كنت بكتب 10 هنا و10 هنا وافضل اشدهم، ففي احتماليه ان انا احط حاجه في نقطه مش بتاعتها بالغلط، وده يعمل لي عطل، افضل وقت كتير ادور عليه والموضوع ابسط من كده، او ان انا اقعد اكتبهم في الجلوبال داتا بلوك وابقى وصلت ل 30 متغير. الطريقه اللي احنا عملناها دي قللت جدا عدد المتغيرات اللي احنا كتبناهم. طيب نراجعها تاني. كل اللي عملناه ان احنا دخلنا على الستبس، فتحنا البلوك انترفيس، شلنا ارقام الستبس هنا ستيب من ستيب من 1 ل 10، وديناهم على الاستاتيك لان انا محتاجينهم كمتغيرات يساعدوني في برمجة البلوكات، وعملت بس بدلهم متغير واحد بس سميته اي ستيب نوعه انتجر، وبعدين استعملت الموف فانكشن. بتعمل ايه الموف فانكشن؟ الموف فانكشن لما بيجي لها واحد على الاي ان بتاعها، بتنقل الرقم اللي موجود في الانبوت تحطه في الاوتبوت. فباجي على كل ستيب، عندي ستيب واحد، ستيب اتنين، ستيب تلاتة، اي مكان رقم الستيب، احط لها موف فانكشن. طب احط ايه في الدخل بتاع الموف فانكشن؟ احط في الدخل بتاع الموف فانكشن نفس رقم الستيب. طب ايه اللي هيحصل؟ والله لما الستيب واحد دي تتفعل، الخارج بتاعي كيو ده هيديني واحد يوديه هنا للاي ان بتاع الموف. الموف دي اتفعلت، لما الموف دي تتفعل يحصل ايه؟ الانبوت ده يروح هنا. انا حطيت هنا ايه؟ واحد، فالاي ستيب ده هيبقى فيه رقم واحد. هنا في ستيب اتنين لما تتفعل هيحط في الاي ستيب رقم اتنين، في ستيب تلاتة هيحط في الاي ستيب رقم تلاتة، وهكذا. طيب انا بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هفتح الفانكشن بتاعت الاكشنز، فانكشن بلوك بتاع الاكشنز، بفتح البلوك انترفيس، بشيل كل ارقام الستيبس اللي كانت في الانبوت، وببدلها بس بانبوت واحد هسميه اي ستيب نوعه انتجر او عدد. نقفل البلوك انترفيس، وبنرجع نقول ان احنا على سبيل المثال هنا كيو 2 ده كان شغال عند ستيب 3، فبنقول له والله استخدم حاجه اسمها كومباراتور او مقارن، قارن لي القيمه اللي في الاي ستيب، لو لقيتها 3 يبقى انا كده عند ستيب 3 شغال الكيو 2. طيب ام 1 ده كان شغال في ستيب كام؟ كان شغال في ستيب 4، فبقول له قارن لي القيمه اللي موجوده في اي ستيب، لو لقيتها 4 يبقى انا عند ستيب 4 يبقى شغال لي ام 1، وهكذا فيهم كلهم. كيو 3 كانت شغاله في ستيب 5، فبقارن اي ستيب برقم 5، لو لقيتهم تساووا معناه ان انا خلاص موجود عند ستيب 5. تمام. بعدها بروح للمين او بي، بدل ما كنت عايزه اخلي 10 هنا يكلموا 10 هنا، انا بقيت عايزه اخلي متغير واحد اللي هو الاي ستيب يكلم المتغير اللي اسمه اي ستيب، الخارج هنا يكلم الداخل هنا. وقلنا ان برضو هما نفس الطريقتين، يا اما هعمل جلوبال داتا بلوك واحط فيه الاي ستيب انا بالفعل عاملاه اللي هو الداتا بلوك الجلوبال اللي كنت حاطه فيه الهوم بوزيشن، يا اما احط هنا متغير اسميه اي ستيب
واخليه يشوفهم هم، اخليه يكلمهم هما الاثنين، او عن طريق ان انا اخليهم يكلموا بعض عن طريق الداتا بلوك. انا عايزه الاكشنز، اهم حاجه الاكشنز هي اللي تكون داخله، يعني ينفع اسيب دي فاضيه؟ هي دي باي ذا واي هيظهر فيها رقم الستيب زي ما هنشوف حالا في السيميليشن، لكن دي لازم ادخلها ستيب. فبفتح هنا الداتا بلوك بتاع الستيبس، وبخلي الاي ستيب تكلم عن طريق ان انا بشدها واحطها هنا، هي محطوطه بالفعل. تمام، دلوقتي هنشوف مع بعض السيميوليشن. طيب هنيجي هنا في السيميوليشن، احنا كتبنا هنا كل المدخلات بتاعتي والمخرجات، مفتاح الامرجنسي، مفتاح التشغيل، حساس المستوى المنخفض، وحساس المستوى المتوسط، وحساس المستوى المرتفع، الفالف الاول، الفالف الثاني، والفالف الثالث اللي بينزل منه الماده الاخيره بعد الخلط. ده موتور الخلط، وده السخان، وده لمبه البيان. المفروض ان انا في البدايه محقق شرط الهوم بوزيشن، بي واحد مش حاسس، بي اتنين مش حاسس، وبي تلاته مش حاسس. المفروض ان انا دلوقتي هقفل امرجنسي وادوس على مفتاح التشغيل. المفروض اول ما ادي بلس على مفتاح التشغيل على طول هيفتح معايا كيو واحد، لان انا محقق الهوم بوزيشن. هدوس على مفتاح التشغيل، اشتغل معايا كيو واحد الفالف الاولاني، لان طبعا التانك كان فاضي لان الحساسات كلها ما كانتش حاسه، واشتغلت معايا برده لمبه البيان. اول ما يحس المستوى بي واحد مش هيحصل حاجه، كده يدوب السائل ايه بدا يوصل للمستوى المنخفض. اول ما وصل عند المستوى بي مفروض كيو واحد يقفل ويفتح كيو اتنين. تمام، كيو واحد قفل وفتح كيو اتنين. اول ما وصل عند بي تلاته مفروض كيو اتنين يقفل ويشتغل عندي الخلط والتسخين مع بعض. انا هنا مصغره وقت السيميليشن وعاملاه 5 ثواني. ادي بي تلاته حس، فصل كيو اتنين واشتغلوا سوا، واللمبه بتاعتي لسه شغاله. بعد ما خلصوا الوقت بتاعهم اشتغل معايا كيو تلاته. طب كيو تلاته بيشتغل لامتى؟ لحد ما الحساسات ما تحسش. اللي هيحصل بالتدريج ان السائل هيقل عن المستوى الاخير، بعدين هيقل عن المستوى المتوسط، لحد ما السائل يخلص تماما. وقتها الفالف كيو 3 هيقفل، لان خلاص التانك فضي، وهيستنى مني اشارة تشغيل تانية. اول ما اشغل تاني الوظيفة هتبدأ تتعيد. طيب هنلاحظ هنا ان انا المفروض دلوقتي في الخطوة رقم 2، لان انا شغال عندي كيو 1 وشغالة عندي اللمبة اللي هما أول خطوة فعلية، أو اللي هو الخطوة رقم 2. لو لاحظنا هلاقي الأي ستيب عرض رقم 2. طيب أنا هشيل إيدي خلاص من على مفتاح التشغيل، وهيبدأ المستوى الأول يحس، مش هيجرى حاجة. المستوى التاني يحس، أنا دخلت على الخطوة التالتة، هلاقيت أي ستيب عرض بالفعل رقم 3. طيب المستوى التالت حس، الموتور والسخان اشتغلوا، والأي ستيب بيعرض لي رقم 4. بعدها الاي ستيب عرض لي رقم 5، لان الموتور والسخان خلصوا عد واشتغل كيو 3، فهو عرض لي رقم 5. لقينا انه كمان من احد مميزات استعمال او استخدام الموف والكومباراتور بالطريقه اللي احنا شفناها دي، انه بيعرض لي ارقام الستيبس، فانا بسهوله اقدر اعرف انا شغال في انهي ستيب. لو البرنامج واقف معايا ابقى عارف انا براجع انهي ستيب. سي ان انا هنا وقفت عند 2 ولقيت ان الخطوه 3 مش بتتحقق، فبروح على الاكشنز واشوف والله رقم 3 فيها مشكله. رقم يعني بعد ما روحت الاكشنز ولو ما لقيتش فيها مشكله بروح على الستبس، اتاكد من كل حاجه عندي بسهوله. طيب خلينا نلخص مع بعض كده مميزات استخدام الموف والكومباراتور، وهم نقدر نلخصهم في 4 نقط. النقطه الاولى ان انت قللت عدد المدخلات زي ما قلنا اللي اتكتبت في كل بلوك انترفيس، بدل ما كنت بتكتبهم من 20 ل 30 مره انت كتبت بالظبط هو الاي ستيب، كتبناه 3 مرات، مره في الفانكشن بلوك بتاع الستيبس، ومره في الفانكشن بلوك بتاع الاكشنز، ومره ثالثه لو عملنا جلوبال داتا بلوك بنكتبه في الجلوبال داتا بلوك، او بنخليهم يكلموا بعض عن طريق الدي بي. فانت قللت عدد المدخلات والمخرجات، وده معناه ان انت قللت نسب الخطا، لان حتى الدراج اند دروب ان انت تشد من الدي بي وتحط دي برضو بتزود لك احتماليات الخطأ، لأن لما يبقى عندي 10 وبعملهم عمالة أشد وأحط في نقط، أنا كده يعني بسهولة ممكن أحط نقطة غلط، أحط مثلا ستيب 4 على ستيب 3 أو أي حاجة من هذا القبيل. والنوع ده من المشاكل الصغيرة بتضيع وقت وسهل نتجنبها. حاجة تانية
ان انا عرفت الطريقة اسهل اخلي الفانكشن بلوكس تتكلم بعضها. الحاجة التالتة ان انا خليت الخطوة الحالية بتاعتي معروضة طول الوقت، انا طول ما البرنامج شغال انا عارفة انا شغالة في الخطوة رقم كام، فلما اجي مش محتاج ادخل جوه البلوكات واقعد ادور ايه اللي اكتب وايه اللي مش اكتب بسهولة الخطوة اللي شغالة معروضة. فده هيسهل مع الوقت كمان اكتشاف الاعطال، لان لو وقفت عند خطوة هبقى ببساطة قادر ارجع للخطوة دي علشان اراجعها وعلشان اصلح الغلطة اللي موجودة فيها، بدل ما افضل ادور في البرنامج كله، مرة هدور في المين وبي لحسن اكون حاطط ادرس بالغلط، ومرة هدور في الفانكشن بلوك بتاع الستبس لحسن اكون مبدل حاجة، ومرة هدور في الاكشنز بدور كمان انا مش عارف انا في انهي خطوة وعمال ادور ادور ادور. لما يكون اسم او رقم الخطوة معروض بسهولة انا هقدر اوصل للغلطة بتاعتي واشوفها هو فين. ده كان الموف والكومباراتور، ودول كانوا تطبيقهم النهاردة معانا في الـ PLC. الناس قدر الإمكان شباب نحاول إن احنا نشتغل على السوفت وير اللي يقدر يوصل للسوفت وير يعني عن طريق زمايله، يبقى كويس جدا لأنه هيفرق جدا لما تطبق الحاجة بإيدك عملي، واللي مش هيقدر تمام يبقى على الأقل يحاول يكتب بإيديه كل الخطوات حتى الجدول بتاع البلوك انترفيس. أنا مش هختار حاجة لما أقعد أكتبه واكتب اسماء المتغيرات بتاعتي والمدخلات والمخرجات واكتب نوع الداتا بتاعتي، كل ده هينشط الذاكره علشان خاطر احنا مش عارفين الوضع مستمر لحد امتى، ومش هينفع الناس تنقطع عن البي ال سي طول الفتره دي. بالتوفيق ليكم ان شاء الله، نشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى ان الناس تكون فهمت